يا نهار اسود يا نهار اسود دخلوا عليا الحمام يا ولد اخوك يا عادل يا ولد الحقني في ايه في ايه شفت اخوك المحترم يا ولد دخلوا عليا انا ما اعرفش انت قلت لي ادخل الحمام مفيش حد في الدور انت داخل بيتي عشان تبص لمراتي يا واطي يا حقير لا انت فهمت ايه مفيش حد حمام ايه يا دعاء جهزتي؟ لا يا شادي بقولك ايه؟ انا مش مرتاحه للمروح ده ليه بس؟ معرفش انت متاكد ان مرات اخوك عزمانه مع اخوك؟ اكيد احنا معزومين عندهم في البيت يعني هو هتكون مش عزمانه؟ هي ازاي كده يعني طريقتها غريبه يا شادي بس انا عارف ان هي مش جايه معاكي سكه بس معلش معلش يبقى ليها ايه؟ هو يكرم عشان خاطر اخوك وعشان ناكل بنوته كمان طبعا ماشي يلا بينا يلا بينا بس بقول لك ايه اهم حاجه ده انا ما اكلتش بقالي يومين عشان كنت اكل عند اخويا بنات انت يا بنت الباب بيخبط حول الله يا ربي على الصبح مين اللي جاي لنا خير مين اللي جاي دلوقتي وحشتيني يا عسليات يا حضن جميلة عاملة ايه الحمد لله كله تمام وحشتني وانتي اكتر والله مين ده اللي وحشك ايه ده شادي اهلا مراته ومراته اهلا وسهلا اهلا اهلا عامله ايه اتفضلوا يزيد فضلك جايين من غير معاد ماما هسلمها على عمرو لا هنتكلم وائل وائل هو اللي عازمني وائل عزمك طيب تعالي هنا على الدبب قلت لك دي مش بتاعت كده ايه الطريقه البيئه اللي بتتكلم بيها دي عشان اكله معلش كانك ما بتاكلش بالله عليك ماشي يا شادي يا ماما بسلم على عمي عمك مين؟ عم الدباب اسماعيل انت هتخشي تقعدي هنا ما تفتحيش الباب لغايه ما نشوف المعلمين دول جايين ماما انت ليه بتتعاملي كده؟ هم كده يلا ما تقفليش كتير يا حبيبتي خشي انت هنا يا منيل هو في ايه؟ تعالى يا اخويا شوف البلوه اللي انت بلتني بيها بره الا ما قلت لي حتى في ناس جايه في اكل هيتعمل في شرب هيتعمل في طبخ هيتنيل انا خلاص زهقت من اللي انت بتعمله فيا انت واهلك ينفع كده احنا جايين عشان نتهان ليه ما عندناش اكل في بيتنا يا بنتي بالراحه بس ما هي انت شفتيها هي اتكلمت معايا زي ما انا كان ممكن ارد عليها بس سكت عشان الراجل جوزها برضه يعني جوزها اخويا الكبير اخوك اخوك اصلا ما بيعرفش انت بالله عليك يا دعاء عدي اليوم عشان خاطري عدينا بالله عليك بس خلي بالك لو فيها اهانه مش هعدي عشان خاطري قدريني انا بس بالله عليك ماشي في ايه؟ صوتك عالي من الصبح واقف قدام المرايه سامعك يا لهوي وبتصوتي في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ اطلع بره يا اخويا المشكلة الصفرة قاعدة بره طب ايه المشكلة؟ يعني ايه المشكلة؟ عزمتوا على الغدا من غير ما نعرف طب صوتك طبعا عشان هما بره صوتي اه صوتي انت خليت فيها صوتي ايه المشكلة؟ اطلع خلصت الفرح ده اخويا حاضر اطلع اخويا خلصت الفرح حاضر. ده يتوب عليا ربنا صوتك. من العيلة دي يتوب عليا ربنا صوتك. هو وبيته ما اعرفش بيحبهم على ايه الصفرة اللي قاعدة بره وهو اللي عامل لي فيها عنتر زمانه شادي حبيب اخوك وحشني حبيب اخوك وحشتني والله العظيم حبيبي حشتني والله عامل ايه ازيك يا شادي اخبارك عامل ايه ازيك يا مات اخويا ازيك عامل ايه وائل ايه اخبارك اتفضل يا حبيبي واقف ليه اتفضل عاملين ايه الحمد لله الحمد لله انت عامل ايه تمام طمني عليك الدنيا حلوه نورت البيت والله بنورك يا كبير الله يخليك الله يخليك ثواني انا جاي لكم خد وقتك يا حبيبي مش قادر ينطق خايف يعلي صوته منها انا بشوفه جايبها منين دي ايه الدوشه اللي انت عاملاها دي في ايه؟ دوشه؟ هو انت لسه شفت الدوشه؟ يا حبيبتي اسمعيني اسمعيني هو بيكلمني بالصدفه انا حسبته على الغدا هيتغدوا هيمشوا والله عزمته بالصدفه خلي بالك انت بتخلي شكل وحش قدام اخويا قدام مراته قدام مراته اديني فرصه هيتغدوا هيمشوا انت الناس اللي عملوا يا حبيبتي بعدين ولا الناس اللي هي عملته نتكلم بعدين في الموضوع ده نتكلم بعدين ما ينفعش عيب الموضوع ده عيب وانت عايز توقفني في المطبخ اعمل لهم اكل عشان هم يطفحوه معلش خش المطبخ شوفي كده اي اكل حلو كده اعمليه
عندي حته جبنه قديمه. ما ينفعش اللي بتعمليه ده. مش قادره اعمل اكل. كبريني كبريني. اكبرك في ايه؟ يا ما كبرتك كله. لا انت كده على فكره مزوداها. يعني ايه مزوداها؟ لا مزوداها خالص. في ايه؟ هعمل حاجه. ازاي يعني؟ هو كده. طب بعد اذنك اطلعي شوفي نغدي الناس ايه. يلا وشويه هيمشوا نتكلم مع بعض بعد اذنك. حبيبي يا شادي نورت. بنورك يا كبير. بنورك يا حبيبي. هو كله تمام والله الحمد لله. معلش بقى اتمخى على قدها يا شادي. انا حاسس ان انا عملت لك مشكله. لا يا حبيبي ده بيت اخوك في اي وقت. وقفت بس فين؟ قول لي اعمل لي اكل واعمل لي غدا عشان خاصه امبارح حادثة اخوك. اي ده انا في قاعه من ساعه. طب والله العظيم ثلاثه انا البسه بلوه ما يحلم بها ابدا. ايه الصوت؟ هتلبس عم انا بلوه؟ طب انا اعمل ايه؟ لازم اتصرف. وكمان مش هتعمل غدا؟ مش شغل. حسن تسمعني. فين تليفون؟ تليفوني فين؟ لا مش حاجة. لا لا والنبي ولا ادخل الحمام بس بالله. حاضر حاضر ثانية واحدة اشوفه لك. حاضر ماشي خد وقتك. ماشي يا ماما. كويس ان انا صورتك. ياه ده انا نفسي اعمل اللي في دماغي ولو اللي في دماغي حصل هرتاح قوي وهخلص من العيلة دي. اديني واقفة ورا الباب اما نشوف هيعمل ايه. ده انا هلبسه اسود. يلا يا شادي حبيبي. تمام فاضي يا حبيبي. خد راحتك. اتفضل. منور ربنا اخويا. معلش معلش انا مراتي بس دماغها على قدها وخلاص. انا اسف. الله يعينك. انا اسف معلش والله انا اسف. يا نهار اسود. يا نهار اسود. دخلوا عليا الحمام يا اخوك يا عادل. يا ولد الحق. في ايه؟ شفت اخوك المحترم يا ابني دخلوا عليا. انا ما اعرفش انت قلت لي ادخل الحمام مفيش حد من جوه. انت داخل بيتي عشان تبص لمراتي يا واطي يا حكيم. لا انت فهمت ايه؟ مفيش حد من جوه. ما مش الكلام ده. انت فاهم غلط. في صوت يا ابني. يا ابني انت بتقول ايه؟ لا والله ما في صوت. ده ما شفتش القمر. الحمام. انت اللي دخلت. لا انت بقى انا عايز الحمام فاضي. اطلع بره بيتي. يا ولد انت فاهم غلط. هفهم ايه؟ انت فاهم غلط. هفهم حاجه شفتها في العربي. انت عزاني يا ضحايا. انا انت فاهم حاجه شفتها في العربي. ما حصلش. ما حصلش لزوق تفاهم يا جدعان. انتوا فاهمين غلط والله. انت اللي شالتك. قولي له يا ضحايا. يا استاذ شادي طلقني. انت بتحب الاصناف دي. اصناف؟ هو انت لسه شفت حاجه؟ عم بتقول له انت بتحب الاصناف دي. يا ده عايز ثانية معايا معايا بس بكلمك. يلا بره. يلا بره. عايز تطلعي ما تنزلش يا طم. عم شادي مظلوم ومصحى. انت بتقول ايه؟ صورت يا ماما. طب والله العظيم انا لبست بلوى. ايه ده؟ ما يحلم بيها ابدا. ايه ده يا هانم؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ عليك انت بتضرب نعشق. انت شفت بلوى حاجة لسه؟ شفت بلوى على اخويا؟ انت مش عارفاني؟ مش يا شادي حط نفسك. انت مش عارفاني؟ طب يعني انا ابص لها ازاي بالله عليكي؟ ما انتوا بتحبوا الحاجات دي. مين اللي بيحب الحاجات دي؟ انا ما بحبش حد غيرك. كنت عارفه اللي فيها. انا عمري ما اعمل كده اصل ولا اخلاقي تسمح لي. شكرا. تسلموني انا؟ تيجي معانا؟ اه يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا نمشي. يلا يلا بينا. رايح فين؟ انا مروح. ده بيتك. انا مروح. ده بيتك وبيت اخوك. اقعد. هلع تمشي. اتفضلي يا دعاء. انا اسف. انا اسف. حقك عليا. حقك عليا. انا اسف معلش احنا عملنا لك مشاكل. ده بيتك يا شادي وبيت اخوك.
تيجي في اي وقت هي اللي هتمشي. يلا يا هاني. اجري يا اخويا. يلا يا هاني بالسلامه. ارتحتي يا اختي؟ يا ادمان على كل لحظه. يا ماما. يلا. انتي بنتي وحبيبتي. لا يا بنتي. لا يا بنتي. لا يا بنتي. لا يا بابا. لا يا بنتي. 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 انا اسف معلش. انت لازم تقطع عليا. لازم تجيب بنتي. انا هعرف اجيب بنتي. هعرف اجيبها. انا غلطان. انا ندمان على كل دقيقه قضيتها معاها. انا اسف اخويا حقك عليا حقك عليا.